قال الله عز وجل عن حال المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. من فوائد هاتين الآيتين أن من أعظم ما يصاب به الإنسان أن يعمل العمل يظن أنه على هدى وهو على غير ذلك، كصنيع هؤلاء إذ قال عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.